السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد اعتمدت الوزارة في هذه السنة اعتماد نظام جديد بخصوص ملء استمارة التوجيه في المؤسسات العمومية ككل في مجموع ربوع المملكة. غادي نحاول نشرح لكم في هذا الفيديو هذا بالدارجة باش كل شيء يفهم. راكو تشوفوا راني حليت في المتصفح ديالي جوجل وحاولت نكتب موقع وزارة التربية الوطنية. ها هي الصفحة قدامكم، كما راكو تلاحظوا غادي نمشيو نضغطوا على فضاء المتمدرس، فضاء المتمدرس ماشي الفضاء الخاص بالأمهات والآباء، والفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. هنايا كتحلنا الصفحة اللي غادي نحاولوا نديروا فيها الكود ديالنا، اسم المستخدم اللي كنت سبقت شرحت له لكم في فيديو آخر، يعني الطريقة باش كتدخلوا للمسار والكود. وهنا كتحلكم هاد الصفحة هذه اللي فيها الموارد الرقمية التوجيه، نتوما غادي تمشيو للبوصلة تاع التوجيه. في التوجيه غادي تبان لكم هاد الاختيارات الخمسة، الاختيارات الدراسية والتكوينية، الاختيارات المهنية، الاستمارة مهم، والانسجام في النهاية. نتوما غادي تكليكيو على الاختيارات الدراسية والتكوينية. فالاختيارات الدراسية والتكوينية تتيح لكم اختيار الشعب التي ترغبون فيها، كما راكم تلاحظوا هنايا انا راني يعني من خلال الاختيار اللي تم هنايا جذع مشترك علمي، وكل واحد والميول ديالو. وما تنساوش كي ديروا الاختيار ديروا حفظ وتخرج لكم هذه لقد تم حفظ المعطيات بنجاح، ركزوا مزيان باش تعمروا الاستمارة ديالكم على اكمل وجه، وحاولوا تتبعوا هاد الطريقه اللي راني دايره لكم في هذا الفيديو هذا لحقاش هاد الطريقه باش نجي نبسط لكم. حلينا بكود تلميذة حقيقي ماشي دخلنا غير هكا وصافي، وعطاتنا هاد المعطيات هذه. راكو تشوفوا المرحله الثانيه غادي تبقاو تختاروا الاختيارات، الاختيار الاول والاختيار الثاني والاختيار الثالث بالمهن والمجالات اللي كتفضلوها وترغبوا انكم تكونوا يعني باغيين تخدموا فيها في المستقبل ان شاء الله. وتقريبا غادي تلقاو هنا شي 20 مجال مهني مقترح، شي مهنة اللي تتمنوا تكون عندكم في المستقبل ان شاء الله. وما تنساوش ها هي الحفظ ثم الحفظ، وتعطي لكم تم الحفظ بنجاح. غادي نمشيو للنقطة الثالثة، غادي يتبان لكم على هذا الشكل هذا، غادي تضغطوا على الرقم واحد، المهم اصلا غادي تبان لكم رقم واحد، غادي تحاولوا تعمروا هاد البيانات هادو اللي كتتعلق بكم نتوما وبالسمات ديالكم وبالميولات ديالكم الشخصية والفكرية، وغادي تحاولوا تجاوبوا على كاع هاد الأسئلة هادي. راكو تشوفوا كاين تما لا مطلقا نعم احيانا، نتوما على حسب الميولات ديالكم، ما كان حتى شي واحد اللي غادي يفرض عليكم ديروا شي حاجه اللي نتوما ما عجباكمش، لحقاش هذا الشيء كيتعلق بالمصير ديالكم وبالحياه ديالكم الدراسيه والمهنيه. ومنين يحاولي يجاوب بكل ثقه وبكل صراحه، راه ماشي شي حاجه اللي غادي تحاسبوا عليها ولا شي حاجه اللي غادي انما واحد الحاجه اللي غادي يتبنى عليها المستقبل ديالكم. كي غادي تكملوا المجموع تاع الاسئله اللي طرحت عليكم في الخانه واحد، غادي ديروا التالي، تكليكوا على التالي كما درت انا دابا، وتمشيو للرقم 2. عاوتاني غادي تحاولوا تعمروا جميع، يعني تجاوبوا على جميع الاسئله اللي طرحت هنايا. لا ادري ديروا، لا ادري نعم دائما ديروها، المهم اللي راهات اللي راكو تحسوا انها قريبه ليكم وبالفعل حقيقيه، ما ديروش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، لحقاش هذا الشيء كما قلت لكم راه يتعلق بالمستقبل ديالكم، باش يشوفوا من بعد الساده المفتشين وصحاب التوجيه غادي يشوفوا مدى انسجام هاد الميولات هذه مع الشعب اللي اختار الشعبه اللي اختاريتوها، سواء الشعبه الاولى او الثانيه او الثالثه. هنا عاودك وصلنا للتالي، غادي نمشيو للرقم 3. شتي بحال راكو تلاحظوا هنايا بحال اللي كنت ما جاوبتش كاع الاسئله، كانت بقات لي واحد ودارت لي المرجو، دار لنا مرجو الاجابه على كل الاسئله، وليت
السؤال اللي كنت ما خدمتوش وليت جاوبت عليه وصافي درت التالي وعطاني ثالثا. ومن بعد كي عمرت ثالثا هاني راني دابا وصلت للمرحله الرابعه وبديت نعمرها، ماشي انا اللي بديت نعمرها طبعا، التلميذه اللي كانت قدامي هي اللي كانت تعمرها. ومن بعد غادي تجي لكم استماره اخرى، يعني الاستماره الرابعه غادي يكونوا فيها هاد الاسئله هذه، وهاد الاستماره هذه كتعلق بالاستماره الجانبيه الدراسيه وهي اسئله. هاد الاسئله كتقيس مدى الانجذاب ديالكم الى كل ماده دراسيه معينه، واللي غادي تساعدكم على تحديد المواد الدراسيه المفضله عندكم. هاد المعلومات هادو عمروهم بدقه حتى تكملوهم كاملين، غادي يديو منكم شويه تاع الوقت بالصح. هاد الوقت هذا ما غاديش يمشي هباء، هو بالصالح ديالكم، غادي تستافدوا بها من بعد ان شاء الله كي غادي يجي المفتش ولا المستشار في التوجيه والتخطيط يشوف هاد البيانات هادو، وغادي يعمر لكم الخانة الخامسة اللي غادي نبينها لكم في الاخير تاع الفيديو اللي غادي تشوفوها، اللي غادي تتعلق بمدى الانسجام ما بين هاد الرغبات ديالكم والميولات وما بين الشعبة اللي اختاريتوها والمهنة اللي راكو باغيين تكونوا يعني توليوا ان شاء الله في المستقبل. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون واضح ويكون مفصل، هدرت لكم بالدارجة بالعاني باش تفهموا اكثر والتوضيح يكون اكثر. وهنايا في التالي كتبان لكم هاد الخانه هادي، هاد الالوان ربما تبان شي حاجه بالاحمر خطرت لشي تلميذ ولا، المهم هادي هي اللي كتبين مدى الانسجام. وفي التالي المفتش والموجه في التخطيط هو اللي غادي يوجهكم ان شاء الله.